أعلن رئيس بعثة الحج الكويتية فريدة ماندي جاهزية مقر البعثة والحملات الكويتية في المشاعر المقدسة عرفات ومزدلفة ومنى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. وأوضح ماندي عقب جولة تفقدية لمقر البعثة والحملات أن جميع الخدمات الضرورية متوفرة لمساعدة الحجاج في أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر. كما أشاد رئيس بعثة الحج الكويتية بإجراءات الجهات المسؤولة عن الحج في المملكة العربية السعودية التي قامت بتوزيع المواقع هذا العام في وقت مبكر، وهو ما ساهم في تجهيزها بوقت كافٍ.